بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أنا بتشرف النهاردة بحضوري في أولى فيديوهات دورات القانونية التابعة لنقابة المحامين مع حضراتكم الدكتور وليد وهبة المحامي في موضوع المتعلق بالحكم لصالحي. وقضية اليوم هي من القضايا المشهورة والمنتشرة في الظروف الحالية وفي أوقاتنا الحالية، وهي جنحة تبديد المنقولات الزوجية. ويمكن مش هتكلم بس في جنحة التبديد، وإنما في قضايا التبديد بصفة عامة، سواء كانت جنحة تبديد المنقولات الزوجية أو إيصالات الأمانة باعتبارها من جنح التبديد. فما صادفني من قضية عرضت علي يمكن فترة من حوالي سنتين، كانت واقعها زوجة تتهم زوجها أو طليقها بأن هو بدد منقولات الزوجية بطردها من مسكن الزوجية واستولى على المنقولات. كانت بداية قراءتي لمحضر القضية وبترتيب تواريخ الواقعة وزمنها مع تاريخ تحرير المحضر، تبين أن المتهم كان في هذه الفترة خارج البلاد، فقمنا بإخراج شهادة تحركات تثبت عدم تواجد المتهم خلال هذه الفترة المذكورة، سواء المحرر عنها المحضر أو المذكورة داخل المحضر. لما سئلت متى حدث هذا قالت من أسبوعين. في خلال الفترة دي هو ما كانش موجود داخل البلاد، وإنما كان موجود في إحدى الدول العربية، وثبت هذا بشهادة تحركات من إدارة الجوازات، بالإضافة إلى قولها أمام من حدث هذا، أمام الشهود. جبنا شهود من العمارة وشهود من الشارع نفسه أو جيران المنطقة نفسهم، أكدوا أن المجني عليها لم تقطن ولم تتزوج في هذه المنطقة. طبعا الشهادة أمام محاكم الجنح بتبقى صعبة، فيجب أن يحرر نص الشهادة من كل شاهد برقم بطاقته القومي في شهادة رسمية موثقة في الشهر العقاري وتقدم إلى المحكمة. الأمر الآخر، ثبتنا أن مسكن الزوجية كان في منطقة أخرى بخلاف التي ادعت العنوان المذكور في محضر الشرطة. طيب ثبتناه ازاي؟ بعقد الشقة. طيب ما هو أنا ممكن أكون جبت أي عقد، كان من يعني تحالف الظروف يعني أن العقد موقع بشهادة أحد الشهود كان والدها، الأمر الذي يثبت كذبها في أنها تدعي أن لها مسكن زوجية في المنطقة الفلانية، على الرغم أن ده غلط ما وردش، وأن مسكن الزوجية الحقيقي في منطقة تانية. طيب أيضا عملنا محضرين في اسم الشرطة التابع ليها مسكن الزوجية الفعلي، ثبتنا فيهم بشهادة شهود من الجيران ومن البواب ببطايقهم بأسمائهم بعناوينهم برقم العمارة بالدور برقم الشقة، إن هو يسكن في شقة رقم كذا بالدور الكذا في عمارة كذا في المنطقة كذا، وشاهد السيدة فلان الفلانية وهي جارته ويعلم أنها متزوجة من فلان الفلاني بأنها قامت بإخراج منقولات الزوجية من العين المبينة في العقد الذي قدمناه، بأنها قامت بإخراجه ونقله إلى مكان آخر بمعرفتها وبعدم تواجد المتهم في القضية. دي مجموعة المستندات التي على أساسها بني الدفاع لكي تتشكك المحكمة في صحة نسبة الاتهام المبلغ عنه في حق المتهم. ولكن حكم المحكمة نفسه بني على انتفاء أركان جريمة التبديد في حق المتهم وانتفاء الواقع او الفعل المنسوب اليه، يعني كأن المحكمة بتقول لي ده هو ما عملهاش اصلا. لما رحنا حضرنا الجلسة في المرافعة، على الرغم ان احنا استندنا لهذه المستندات وقدمناها، الا ان وجهة النظر اختلفت
تماما، حيث قمنا اولا بجحد الصورة الضوئية المقدمة لقائمة المنقولات، تبين لنا انها لم تقدم الاصل ولم يقدم الحاضر عنها الاصل في حينه في الجلسة. ثم دفعنا دفع جوهري، ده دفع جوهري من الدفوع التي نصت عليها او قضت بها محكمة النقد بانها دفوع جوهرية، وهو بعدم الاعتداد بقائمة المنقولات المقدمة بكونها عقد من عقود الامانة الخمس الواردة على سبيل الحصر طبقا للمادة 341 من قانون العقوبات. هذا الدفع ما استقرت في شأنه محكمة النقد بأنه دفع جوهري، إذا دفعه المتهم يجب أن تحققه محكمة الموضوع وأن تبين مدى توافر عنصر الأمانة أو توافر أركان عقود الأمانة في الوثيقة المقدمة، إن كان إن كان إيصال أمانة، إن كان عقد أمانة، عقد وكالة، إن كان قائمة منقولات، أياً كان يجب أن تتوافر في المستند المدعى بأنه سند لأمانة ائتمن عليها الشخص فخان، أن تتوافر فيه أركان وعناصر عقود الأمانة. إذا لم تتوافر هذه الشروط التي نص عليها القانون في المادة 341 لا يعتد بهذا العقد كعقد من عقود الأمانة. وكان هذا دفاع جوهري تلتزم المحكمة بالرد عليه. طبعا دفاعنا الملحق وهو الخاص بالجحد كان أيضا دفع له معنى، لأنك كان يجب أن تقدم أصل عقد الأمانة أو أصل يعني قائمة المنقولات، إلا أن المتهم بعد جحده لم يقابل هذا الجحد برد من محامي المجني عليها، ولم يقدم الأصل ولم يطلب أجل للتقديم، وإنما طلب أجل للإدعاء بالحق المدني. وحينها قضت المحكمة أول درجة محكمة الجزئية في المعارضة بالبراءة بحكمها، وحيث أنه ولما كان ما تقدم وكانت المحكمة قد فحصت أوراق الدعوة ومحصت مستنداتها وأحاطت بظروفها وألمت بعناصرها ووازنت بين أدلة الإثبات التي قام عليها الاتهام وبين أدلة النفي عن بصر وبصيرة، فلم يطمئن وجدانها إلى اقتراف المتهم للجريمة المقدمة بها للمحكمة الجنائية في حق، حيث جاءت أوراق الدعوة هاوية من أي دليل يمكن أن تعول عليه المحكمة لقيام المتهم باختلاس منقولات الزوجية محل الجنحة والتصرف فيها، تصرف المالك والقيام بتبديدها، سوى ما جاء استدلالا بأقوال وكيل المجني عليها والذي تعد أقوال مرسلة لا يعضدها أي دليل. فهذا ما حدث. ففوجئنا ويعني استنافت المحكمة حكمها، قالت ولا تطمئن لصحة إسناد الاتهام إليه، ولما كانت الأحكام الجنائية تبنى على الجزم واليقين ليس الشك والتخمين مما تقضي معه المحكمة بإلغاء الحكم المعارض فيه والقضاء مجددا بالمرة. فوجئنا أن النيابة العامة قامت باستئناف الحكم. فحضر حينها وكيلا مجني عليها وقدم أصل عقد الأمانة اللي هو قائمة المنقولات. حينها أمام محكمة الاستئناف تغير الوضع. المحكمة هنا بيّنت أن في عناصر الاتهام أن القائمة لا تعتبر عقد من عقود الأمانة. قمنا حينها بالدفع أولاً عدم أحقية المحامي المجني عليها بالحضور طبقا لنص القانون في قانون الإجراءات الجنائية أن المجني عليه ليس له حضور أمام محكمة الجنح المستأنفة، وإلا كان يدعي بالحق المدني وهو ما ادعاش، هو أمام محكمة أول درجة ادعى ولم يسدد الرسم ولم يعلن أي أنه لم يدعي مدنيا، حتى أنه لم يذكر في منطوق الحكم بمدى قبول الدعوة المدنية أو رفضها، فهو لم يدعي مدنيا.
وبالتالي ليس له أحقية في الحضور أمام محكمة الجناح المستأنفة، وتقديمه لأصل قائمة المنقولات على اعتبارها العقد الأمانة الذي كان حرر المحضر بشأنه ليس دليلا على صحة الاتهام من عدم، لقول أننا جحدنا الصورة المقدمة أمام محكمة أول درجة حينها قمنا بالدفع على أننا نلتمس من محكمة الجناح المستأنفة بقبول استئناف النيابة شكلا وفي الموضوع برفضه وتأييد الحكم المستأنف، لكون أن محكمة أول درجة سببت في حيثيات حكمها في البراءة بأنها تشككت في صحة الاتهام وعدم الاعتداد بقائمة المنقولات المقدم أصلها كعقد من عقود الأمانة، كما أنه لا توجد أدلة إثبات تؤكد صحة نسبة الواقعة للمتهم، أي أن تقديم الأصل من عدمه ليس هو السبب الذي بني عليه البراءة. ممكن تبنى البراءة على الصورة، على جحد الصورة الضوئية فتبني المحكمة البراءة، فلما النيابة العامة استأنفت أعطت للمتهم الحق في أنه يقوم بتقديم الأصل، فتنظر محكمة الجناح المستأنفة بما لها من سلطة قانونية من جديد أوراق القضية، إلا أن حكم محكمة أول درجة كان مقيد لسلطة محكمة المستأنفة. ليه؟ لأنه لم يبنى على جحد الصورة الضوئية، وإنما بني على عدم الاعتداد بعقد الأمانة المقدم وهو قائمة المنقولات بأنه لا يتوافر في عناصر عقود الأمانة المنصوص عليها في المادة 341 من قانون العقوبات، وأصبحت محكمة الجناح المستأنفة مقيدة بتحديد مدى إذا توافرت شروط عقود الأمانة في هذا العقد أو في هذه القائمة من عدم. وهذا الدفع أيضا أنا دفعت مرة لاحقة أيضا على هذه القضية، كان في إيصال استلام صور بأنه إيصال أمانة، كان موظف يشتغل في شركة وقدم إيصالات بيستلم بها فلوس وبيقدمها للناس وبعدين يروح يسلمها لصاحب الشركة، فصاحب الشركة اتهمه بأنه اختلس مبلغ، فقال له انت ماضي لي على ايصال استلام فلوس نقديه من الناس، ده ايصال امانه ام عمل بيه محضر؟ فوجهت له النيابه العامه جنحه ايصال امانه، جنحه تبديد، فدفعت بهذا الدفع بعدم الاعتداد بالايصال المقدم كونه عقد من عقود الامانه لعدم توافر عناصر واركان عقود الامانه المنصوص عليها الخمسه، عقود الامانه خمسه منصوص عليها على سبيل الحصر في المادة 341 من قانون العقوبات، مما قضي حينها بالبراءة أيضا في الدعوتين. هذا ما استطعت أن أقدمه لحضراتكم وما أردت أن أوضحه وما قدمت من دفاع في هذه القضية. أأمل أن أكون قدمت أو طرح فكرة أو طرح جديد لوجهة نظر أخرى في عقود التبديد التي قد يلجأ إليها الكثيرون في أن يعرضوا المنقولات رغم أنهم لم يبددوها ولم يسرقوها، وبيتحملوا طبعا تكاليف فوق تكاليفهم، وبيعطي الأحقية في استغلال للظروف بالنسبة لبعض المجني عليه. شكرا.